مشوار حافل بالطموح، عنوانه الإصرار والعزيمة والروح. أخضر حقق الطموحات خطوة بخطوة، فبدأ الاستعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عام منذ الأول من نوفمبر لعام 2019 في مدينة الطائف بإقامة معسكر الإعداد في مرحلته الأولى. المرحلة الثانية احتضنتها مصر بإقامة معسكر إعدادي، ثم الإمارات في المرحلة الثالثة بإقامة بطولة ودية ضمت إلى جانب الأخضر كوريا الجنوبية والإمارات وأوزبكستان والبحرين، فيما كانت ماليزيا آخر مراحل الإعداد للبطولة القارية. خاض الأخضر غمار البطولة الآسيوية، عين على أولمبياد طوكيو وأخرى على ذهب القارة. حل المنتخب في المجموعة الثانية ليتصدرها بجدارة. افتتح السعودي الأولمبي مبارياته في البطولة بفوز على اليابان بهدفين لهدف، ثم تعادل مع قطر سلبيا ليتغلب بعدها على سوريا في ثالث لقاءات دور المجموعات بهدف دون رأي. صعد الأخضر إلى ربع النهائي والطموحات في تصاعد ليصطدم بصاحب الأرض والجمهور، حينها تجاوز الصقور عقبة تايلاند بهدف نظيف. الأخضر في نصف نهائي كأس آسيا أمام المنتخب الأوزبكي ليتمكن من خطف تذكرة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويضع نفسه طرفاً في نهائي القارة أمام كوريا الجنوبية. ولا زال للطموح بقية بالظفر بكأس القارة الآسيوية يوم الأحد 26 من يناير الحالي.